فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيرش سكرتير عام الأمم المتحدة أتوجه إليكم من هذا المنبر أتوجه إليكم من هذا المنبر الموقر في ظرف دقيق ووسط أزمات مركبة تعصف بمنطقة الشرق الأوسط والعالم حاملا رؤية مصر المتأصلة في التاريخ والمتوجهة صوب المستقبل، الرؤية التي عركت التحديات والحروب، واتخذت السلام والعدل والعمل منهاجا لها، لبناء اقليم وعالم يسعي الجميع بحرية وكرامة وعدالة. أخاطبكم باسم دولة مؤسسة للامم المتحدة، يدرك القاسي والداني دورها في بناء الجسور، ونسج التوافقات والدفاع عن مصالح نطاقاتها العربية والإفريقية والنامية. إن إيماننا راسخ بأهمية الحفاظ على منظومة فعالة متعددة الأطراف لبناء علاقات دولية مستقرة قائمة على احترام القانون الدولي ونشر السلام والتعاون. من هذا المنطلق، نجد لزاما علينا ان ندق ناقوس الخطر في الظرف الدولي الراهن فالمنظومه الدوليه التي تاسست منذ ما يقرب من ثمانيه عقود باتت تواجه خللا جوهريا قد يفضي لتاكلها ويهدد بقائها بفعل غياب الفاعليه وانعدام المساواه وتفشي المعايير المزدوجه ان الاجيال الشابه حول العالم تطرح استفسارات مشروعه عن جدوى المنظومه الدوليه متعدده الاطراف ومردودها على حياه الانسان المعاصر هل توفر له الامن هل تساعده في مواجهه الفقر والجوع هل تحميه من مخاطر تغير المناخ هل تتيح له المعرفه وتعده للتعامل مع افاق التكنولوجيا المتطوره هل تتدخل لانقاذه في مواجهه الاحتلال والارهاب والقتل والتدمير؟ هل تطبق معاييرا واحده وشفافه وتكيل بنفس المكيال في جميع القضايا؟ إذا هذا وفي ظل ما شهدته تحضيرات قمه المستقبل من اسئله مشروعه مماثله وما انتهت اليه القمه من نتائج ايجابيه نرحب بها لما مثلته من خطوه صحيحه صوب استعاده حيويه وفاعليه المنظومه الدوليه متعدده الاطراف وفي القلب منها الامم المتحده اسمحوا لي ان اطرح عليكم رؤيه محدده لاستعاده الثقه والمصداقيه ومواجهه المعايير المزدوجه. وتصورا للمزيد من تنشيط المنظومه الامميه وتعزيز قدرتها في بناء مستقبل افضل لشعوبنا وذلك من خلال من خلال خمس مبادئ اساسيه هي اولا مع التسليم بانه لا بديل عن المنظومه الامميه متعدده الاطراف وان تحديات عالمنا المتشابكه والعابره للحدود تفوق قدرات اي دوله منفرده او مجموعه من الدول على مواجهتها فلا مفر من الاعتراف بأن نزاهة الأمم المتحدة ومن ثم شرعيتها وبقائها باتت على المحك. فالعدوان الإسرائيلي المستمر والغاشم على قطاع غزة لحوالي العام واستمرار العدوان الحالي على الضفة على الضفة الغربية إنما يمثل وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي ومؤسساته العاجزة عن ممارسه الحد الادنى من الجهد والضغط لوقف هذا العدوان. واحتاج المجتمع الدولي لاشهر طويله لكي يبدا في مجرد المطالبه بوقف هذا العدوان الغاشم. بشكل فوري ودائم وغير مشروط والوقوف بمنتهى الحسم امام اي محاوله لتصفيه القضيه الفلسطينيه عبر التهجير او سياسات الاحلال السكاني فضلا عن الاهميه البالغه للنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الانسانيه والطبيه الى سكان القطاع المدنيين العزل ولقد بذلت مصر جهودا مكثفه للوساطه مع اشقائنا في قطر ومع أصدقائنا في الولايات المتحدة إلا أن إسرائيل حرصت على عرقلة هذه الجهود على مدار عدة أشهر ونعيد التأكيد على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية يظل هو السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والشامل في المنطقة ويعيد الاستقرار لها وللعالم برمته وباعتبار أن هذه القضية هي القضية المركزية ولب الصراع في المنطقة ولا يفوتون هنا الإشادة بالمواقف الشجاعة والمسؤولة للسيد أنطونيو جوتيرش سكرتير عام الأمم المتحدة وسائر القيادات الأممية ووكالاتها وعلى راسها وكاله الانروا، كما نقدم التعازي في وفاه شهداء الوكاله وشهداء باقي الوكالات الامميه الذين سقطوا برصاص الاحتلال الاسرائيلي انطلاقا من مسؤوليتهم وواجبهم في الدفاع عن القانون الدولي ووقف اله القتل والتدمير. ثانيا، شرط المساواه هو التشارك الحقيقي لا الشكلي في صناعه القرار الدولي. فالمشاركه ليست منحه او تفضلا من بعض الدول تجاه الاخرى بل هي اساس وضمانه لاستجابه الجماعه الدوليه بشكل كفء للازمات المتتاليه التي تواجه المجتمع الدولي ولضمان الملكيه المشتركه للقرارات الدوليه ومن هنا لا يمكن قبول ان تظل افريقيا والدول العربيه بلا تمثيل دائم بكافه الصلاحيات في مجلس الامن وستتمسك مصر بتوافق ازوليني واعلان سرت لرفع الظلم التاريخي الواقع على قارتنا الافريقيه ثم انه لا يمكن الحديث عن المشاركه الحقيقيه دون اصلاح جذري في الهيكل المالي العالمي ومؤسسات التمويل الدوليه بما يشمل تطوير سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وتوفير التمويل الميسر للدول النامية لدعمها في مواجهة تحديات الأزمات الدولية الراهنة وأؤكد هنا دعم مصر لنداء السكرتير العام للأمم المتحدة لجعل مؤسساتي بريتون وودز أكثر عدالة وإنصافا لصالح الدول النامية فلا بديل عن مقاربة شاملة لمعالجة إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية من خلال تعزيز فعاليه الاليات القائمه واستحداث اليات جديده لاداره مستدامه لديون الدول منخفضه الدخل ومتوسطه الدخل فضلا عن التوسع في ابرام اتفاقيات لمبادله الديون بما يسهم في تحويل تحدي الديون الى فرص لتحقيق التنميه المستدامه ولن تتحقق العداله الاقتصاديه دون ايلاء الاولويه للتنميه في افريقيا فدفع عجله التنميه في افريقيا هي ضمانه لمنع نشوب النزاعات وتحقيق استدامه السلام وستسعى مصر من خلال رئاستها الحاليه للجنه التوجيهيه لرؤساء دول وحكومات وكاله الاتحاد الافريقي للتنميه ورياده السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي لموضوعات اعاده الاعمار بعد, النز... بعد النزاعات في القاره الافريقيه ل... الى دفع عجله التنميه من اجل تحقيق اجنده الاتحاد الافريقي 2063 ثالثا ان السبيل لتحويل الاختلافات في الموارد بين الدول الى ميزات نسبيه لتحقيق التكامل والبناء والتعاون بدلا من اذكاء الفوارق وتعميق الهوه بين المجتمعات هو من خلال تعزيز مبدا المسؤوليه المشتركه متباينه الاعباء، الامر الذي يتضح بشكل خاص في مواجهه تغير المناخ وحوكمه الموارد الطبيعيه الشحيحه على كوكبنا. ان حجر الاساس ان حجر الاساسي لرفع مستويات التعهدات المناخيه يرتبط بصوره مباشره بشكل وحجم وحجم الدعم الدولي من التمويل والقدرات التكنولوجيه المتطوره. لتنفيذ الاجراءات المناخيه على الاصعده الوطنيه كما ان الملكيه الوطنيه المشتركه للمشروعات والاجراءات تضمن التوافق بين الاولويات الاقتصاديه والاجتماعيه ويضمن الا يكون التحول العادل معيقا للحق في التنميه والقضاء على الفقر هذا بالتحديد كان جوهر اولوياتنا خلال مؤتمر الدول الاطراف بشرم الشيخ كوب 27 وهو وهو البوصله البوصله الحاكمه لتحركنا الحثيث للوصول لمخرجات فاعله وعمليه ياتي على راسها التوصل لاتفاق حول اليه تمويل الخسائر والاضرار ولمعاونه الدول الناميه الاكثر عرضه لتغير المناخ رابعا ان مبدا المشاركه والمسؤوليه يتلازم يتلازم حكما مع رفض النهج الاحادي في اداره قضيه الموارد المائيه الدوليه وتسويه الخلافات التي تنشا بشانها وينطبق ذلك بطبيعه الحال على قضيه اداره المجاري والانهار المائيه الدوليه العابره للحدود خاصه في ظل ظروف في, في ظل ظروف ازمه مائيه عالميه تعاني منها بشكل خاص مصر. فمصر دوله كثيفه السكان تحيا في بيئه صحراويه قاحله وتعتمد بشكل مطلق على نهر النيل العظيم للوفاء بمواردها بمواردها ومتطلباتها المائيه المتجدده. ويمثل مبدا التعاون مع دول حوض النيل الشقيقه الركن الاساسي في المقاربه المصريه. للتوصل لافضل السبل لاداره مواردنا المائيه المشتركه، وبما يحقق المنفعه للجميع وفقا لقواعد القانون الدولي لتحقيق الاستخدام المنصف والمعقول ودون احداث ضرر لدول المصب. لقد سعينا وما زلنا لجذب الاستثمارات الدوليه للمشروعات التنميه التنمويه المتسقه مع القانون الدولي. بدول حوض النيل ورغم المساعي المصريه صادقه النوايا اصرت اثيوبيا على تبني سياسه التسويف والتعنت ولي الحقائق ومحاوله فرض امر واقع بانشاء وتشغيل السد الاثيوبي بالمخالفه لقواعد القانون الدولي وبلا اكتراث لاثر هذا السد على حياه الملايين في دولتي المصب في السودان ومصر وبعد ثلاثة عشر عاما من التفاوض دون جدوى وفي ظل استمرار الإجراءات الإثيوبية الأحادية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وبخاصة اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن لعام 2021 انتهت المفاوضات في ديسمبر 2023 وستستمر مصر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الأثيوبي عن كثب محتفظة بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعا عن مصالح وبقاء الشعب المصري العظيم فمخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها. خامسا ان الدور المقدر الذي تحاول الامم المتحده القيام به لمواجهه التحديات الباذغه في مثل التعاون الرقمي والجريمه والامن السبراني والذكاء الاصطناعي لا يجب ان ينسينا التحديات المتعلقه بفشل منظومه الامن الجماعي في ظل عجز منظومه الامم المتحده عن القيام بمهمتها الاساسيه بل ومبرر انشائها حفظ السلم والامن الدوليين فقد باتت منظومه الامن الجماعي بما في ذلك منظومه نزع السلاح ومنع الانتشار النووي في مهب الريح، ولم يعد التلويح المباشر او الضمني باستخدام السلاح النووي محض خيال اثم، بل شاهدناه كتهديدات مبشره في الحرب الدائره والعدوان الدائر على قطاع غزه، ونراه بشكل يومي في سعي الدول الناميه النوويه في تحديث ترساناتها. والتلميح لامكانيه استخدام السلاح النووي دون اتخاذ خطوات جاده للتوصل لعالم خال من الاسلحه النوويه او تحقيق مبدا عالميه المعاهده واقامه المنطقه الخاليه من الاسلحه النوويه وباقي اسلحه الدمار الشامل في الشرق الاوسط وفقا لمقررات مؤتمر المراجعه لمعاهده منع الانتشار النووي وعلى راسها مقرر مقرر الشرق الاوسط لعام 1995 ولا توجد منطقه في العالم اكثر تضررا من الخلل المتنامي في منظومه الامن الجماعي كافريقيا والشرق الاوسط وانه لمن الملفت والمؤسف في ان واحد ان نرى تزايدا في قرارات مجلس الامن المعنيه بالعمليات الانسانيه بالتوازي مع العجز الفادح للمجلس عن الاطلاع بمسؤولياته في ايقاف مرض النزاعات والاكتفاء بمحاوله علاج الاعراض الانسانيه لها الامر الذي وصفه السيد جوتيرش بان الامم المتحده تحولت لجليسه اطفال النزاعات إن بيئة النزاعات المضطربة المضطربة المحيطة مباشرة بالدولة المصرية وعلى امتداد نطاقاتنا الاستراتيجية من البحر المتوسط شمالا إلى القرن الإفريقي جنوبا تجعلنا أشد حرصا على تعزيز دور الأمم المتحدة في معالجة جذور تلك النزاعات في عمليه تكامليه من حفظ السلام مرورا ببناء السلام ووصولا لاستدامته ولا يمكن ان يتم ذلك الا من خلال الحفاظ على وحده الدوله الوطنيه وسلامتها الاقليميه ودعم مؤسساتها الوطنيه والملكيه الوطنيه للحلول بعيدا عن التدخلات والاملاءات الخارجيه هذا هو مفتاح المقاربه المصريه لكل ازمات المنطقه من ليبيا الى سوريا ومن السودان إلى الصومال الحل دائما وفي كل هذه الأزمات هو عملية سياسية شاملة تعيد توحيد مؤسسات الدولة الوطنية وتواجه محاولات خرق خلق فراغ. سياسي وامني تملاه الميليشيات الطائفيه والسياسيه او تستغله اطراف اقليميه او دوليه او اطراف من الدول من غير الدول او من الفاعلين من غير الدول تكون طامعه في مد نفوذها على حساب على حساب دول المنطقه وشعوبها وتؤكد مصر ضروره دعم عمليه سياسيه شامله لحل الازمه السودانيه على اساس احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية والحفاظ على دور مؤسسات الدولة الوطنية وتدعم مصر الحل السياسي الليبي وفقا لمبدأ الملكية الوطنية مع أهمية تجاوز المرحلة الانتقالية عن طريق عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتوازي في أقرب وقت ممكن كما تدعو مصر لتضافر الجهود الدوليه من اجل تفعيل بعثه حفظ السلام الافريقيه الجديده في الصومال اتساقا مع رؤيه الشعب والحكومه الصوماليه لحفظ امنه واستقراره واؤكد هنا ادانه مصر لكافه الاجراءات الاحاديه التي تمس وحده الصومال وسيادته على كامل اراضيه كما تولي مصر اولويه كما تولي مصر اولويه خاصه لتوفير برامج بناء القدرات في الدول الافريقيه الشقيقه بالتعاون مع الامم المتحده عبر انشطه مركز القاهره الدولي لتسويه النزاعات وحفظ وبناء السلام والوكاله المصريه للشراكه من اجل التنميه السيد الرئيس ان مصر ملتزمه بالعمل الجاد مع جميع شركائنا الاقليميين والدوليين لاستعاده المساواه ومواجهة المعايير المزدوجة والنفاق الدولي وإعادة إحياء المنظومة الأممية وتطبيق سياسة المعايير الواحدة بما يتسق مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة. كما ستستمر مصر في تحمل مسؤولياتها في الاستجابة الإنسانية لتحديات الأزمات التي تعصف بمحيطنا الإقليمي والتي جعلت مصر الدولة الثالثة على مستوى العالم التي تتلقى طلبات اللجوء خلال عام 2023، واذا كان الشعب المصري الكريم تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمرا في تحمل النصيب الاكبر من الدعم للاشقاء من الدول العربيه والافريقيه، والتي تجاوزت العشر مليون لاجئ وضيف يقيمون في مصر، فان هناك حدودا لا يمكن تجاوزها لما يمكن ان تتحمله مصر من اعباء. ولذا فان على المجتمع الدولي مسؤوليه اكيده في تقديم الدعم الكامل لسد الفجوات التمويليه وتعبئه الموارد اللازمه لتلبيه احتياجات العمليات الانسانيه ومتطلبات اللاجئين من الدول التي تعاني من النزاعات. وختاما ورغم التحديات التي تفرضها الازمات الاقتصاديه العالميه المتلاحقه وتفاقمها فان والتفاقم في الزياده المضطردة في اعداد المهاجرين الوافدين فان مصر تخطو بثبات على مسار بناء الانسان المصري وتنطلق من نتائج الحوار الوطني لدعم منظومه حقوق الانسان والديمقراطيه في مصر ليس لارضاء اي طرف خارجي وانما استجابه لحقوق وتطلعات الشعب المصري ودور الشباب وتمكين المراه في مصر ونؤكد مره اخرى اننا انتهينا من تطوير اول خطه عمل وطنيه حول اجنده المراه والسلم والامن وسنمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان كما سنستمر في العمل لبناء السلام وتعزيز الاستقرار في منطقتنا وفي العالم مستلهمين قيم حضاره مصريه عظيمه ضاربه الجذور ضاربه في جذور التاريخ ومتسلحين بعقول شباب واعد قادر على صنع المستقبل في مصر وداعين للحفاظ على حرمه الحياه البشريه دون تفرقه بين لون او جنس او دين ومتمسكين بعدالة النظام الدولي متعدد الأطراف وشكرا جزيلا I thank the